يلا هدي سمعتنا هدي يلا خلينا نكفي. سمعتك. أوكي المقدمة قلنا المقدمة عنا مقدمة وصلب الموضوع. قلنا المقدمة منعرف بالموضوع، قلنا صلب الموضوع نحكي عن الأفكار الرئيسة والفرعية، هيك كنا عم نحكي. طيب بدي أسألك سؤال، لما هلأ أنا وصلت هون ليشتهر لبنان بتفاحه اللذيذ، هيدي بعدي بجسم الموضوع ولا صرت بالخاتمة أنا؟ الخاتمة. لا انتبه، بعده عم يعطيني معلومات عن لبنان، مش بعده عم يعطيني معلومات، بعد بالجسم هون. اوكي اوكي فيك تعطيني المين ايديا هون الفكرة الرئيسية. يشتهر لبنان بتفاح لذيذ. عطيتيني المين ايديا، انت عطيتيني الفكرة الرئيسية، شو الافكار الفرعية؟ اعطيني بس فكرة فرعية واحدة وضح لي فيها الفكرة الرئيسية. عندما تنتج الثمار تقطف وتعين في صندوق تعبأ في صندوق. هي supporting detail. خلصنا. أوكي منروح على اللي بعده. يا أم السياح لبنان على مدار العام للاستمتاع بطبيعته وآثاره فيصطفون على شواطئه والجبال وتزلجون على ثلوج قممه. هون شو الفكرة الرئيسة؟ أنه يا أم يوأم قولي يا زور ما تصعبي على حالك، قولي يا زور يا زور السياح من واضح سياح السياح لبنان على مدار العام. اها بس هيك خلصنا يا ام السياح لبنان على مدار العام. اوكي هيدي الفكره الرئيسه وما تبقى هني افكار فرعيه. شو هي الخاتمه هون بالنص يا هديل؟ شو هي الخاتمه؟ ومتعالجون على الثلوج كامه. لا 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 الخاتمة يعني الconclusion بعدني هنا هون حكيت جسم الموضوع خلصت. شو الخاتمة برأيك؟ وين الconclusion بالنص؟ آخر جملة. أحسنتي. لبنان بلد جميل سيسعد من يزوره. يعني أنا شو عملت يا هديل هون؟ ليك لحاجة عدلك شوي عشان تفهمين المقدمة. شو عملت بالمقدمة أنا يا هديل؟ عرفت بالموضوع صح؟ عرفت عن لبنان وقلت انه لبنان يقع في قارة آسيا بس ما حكيت بالتفاصيل صح؟ صلب الموضوع عن شو بحكي يا هديل؟ عن المعلومات. بيتناول فيه الكاتب بصلب الموضوع شو بيتضمن الأفكار الشو؟ الرئيسية وال الفرعي كتبتيهم؟ الفرعي كتبتيهم؟ اوكي حكي عن الأفكار الرئيسة والفرعية. يعني عم بيقول لي مثلا هذا الموضوع اللي عم بيعرفنا عليه انه هذه هي الافكار الرئيسه والفرعيه. طيب الخاتمه هي الاستنتاج يعني الكونكلوجن. الاستنتاج من خلال هالافكار الرئيسه والفرعيه اللي عرضها بستنتج انا بوصل لكونكلوجن انه لبنان بلد جميل سيسعد من يزوره. من خلال انه يشتهر بتفاحه، من خلال انه طبيعته الخلابه، من خلال قرب الساحل من الجبل، من خلال الميزات كلها اللي حكينا عنها. فهمنا كيف؟ يعني فإذا أنت بدك تعرفي تفرق بين الميزات الطبيعية، شن الميزات الطبيعية حكينا عنهم، والميزات بشكل عام اللي كنت عم تعدديهم من شوي، اتفقنا؟ في شيء مش واضح لهون؟ لا بس بلخبطه شوي. طيب شو رأيك نعمل بطاقة المراجعة كتست على الدرس؟ أحسن. يلا خلينا نفتح بطاقة المراجعة. بطاقة المراجعة بتتضمن كل شيء بيحكي عنه الدرس، كل المعلومات اللي ذكرتها. يلا بينت؟ يلا لماذا تكثر الشواطئ في لبنان؟ نرجع للنص إذا بدك.
هلا بالامتحان فينا نفتح الناس؟ اكيد. انا شو رح اعمل؟ رح ابعث لكم على الجروب الباوربوينت لكتشر الخاصه بالامتحان، يعني باوربوينت لكتشر الخاصه بدك تفتحيها لحتى تقدر تجاوب عن الاسئله طبيعي. اوكي يلا، لماذا تكثر الشواطئ في لبنان؟ يلا رح نرجع للنص. هذا النص قدامنا، حسبي عنا امتحان وعم نجاوب على هالسؤال. لماذا تكثر الشواطئ في لبنان؟ عشان بيضل على البحر الأبيض. يا عين عليك، يطل على البحر الأبيض المتوسط. السؤال الثاني اللي هو ببطاقة المراجعة، عدد الميزات الطبيعية التي يتميز بها لبنان. عم بحكي عن الميزات الطبيعية. يلا، يطل على البحر الأبيض. أحسنتي. اثنان، بالطبيعة، طبيعة الخلافة، خلابة، يتميز بطبيعة خلابة. شو بعد؟ لحظة، وتكسروا فيها المواقع الأثرية. هوهني بس، هوهني الثلاثة، الباقيين هن ميزات عامة. أوكي، شو الثالثة طلعت؟ هي تكثر فيها المواقع الأثرية. هي أوكي، هي رقم ثلاثة، بس الباقيين مناخ لبنان، قرب الساحل من الجبل، هو اشي عام بيتميز فيهم لبنان. طيب، لماذا يؤم السياح لبنان شتاء؟ أنا عم بسأل هلا أسئلة عن بطاقة المراجعة طبعا، نفس الأسئلة. لماذا يؤم السياح لبنان شتاء؟ شتاء بيطلعوا على الجبل ليعملوا سكي. ليعملوا سكي، بس بدنا نجيبها من النص. من الناس هي من هالفقرة. لماذا يزور السياح لبنان شتاء؟ أي فكرة؟ هي من هون لهون. على شواطئ وتنزلون وتسللون، يتزلجون. على الثلوج كمان. يا عيني عليك، خلصنا، اتفقنا؟ فيك تعطيني موقع أثري بلبنان يا هديل؟ قلعة سور. خلص، قلعة سور. شو بعد مثلا؟ في متحف الوطن. ها؟ متحف الوطني. المتحف الوطني، شفتي ما أشترك؟ طيب، شو نوع الناس؟ يلا. نوع الناس مقالة علمية. لماذا هو مقالة علمية؟ لأنها تعطينا معلومات عن لبنان من خلال حقائق. حقائق شو ثابتة؟ خلصنا. فإذا أنا هون موضحيتها على فكرة، وقايلة إنه نوع الناس هون مقالة علمية تقدم لنا معلومات وحقائق ثابتة، يعني حقائق ما بتتغير، هي حقائق بتبقى ثابتة. أوكي. وحكينا نحن عن الهيدا، خلينا نروح للمترادفات هلا. ما مترادف تتعاقب؟ يلا. تتعاقب، تتتابع. تتتابع، بس تتتابع أو تتوالى. تتوالى، هيها. أوكي. المواقع، المواقع الأثرية. الأماكن. أحسنتي. ينابيع، شو يعني ينابيع؟ طيب، قمة، قمة 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 الجبل. مش ينابيع يصدر؟ لا، ينابيع هذه مش يباع، هذيك يباع. زي، شو معنى زي؟ يرتدون زيا مدرسيا. قسما. نعم، ما سمعت. قسم. لا، زي يرت هي زي. ما معنى زي؟ بدك توصليها للي بعد. بعد عنا لباس، وبعد عنا رأس، وبعد عنا عيون. لباس. أحسنتي، لباس. طيب، شو يعني قمة الجبل؟ قمة يعني أنا طلعت على قمة الجبل. على رأس الجبل. على رأس الجبل، أعلى نقطة بالجبل، عرفتي كيف؟
والينابيع هي العيون. يعني مثلا بالقديم كانوا الناس يروحوا على العين، بيقولوا على العين لنعبي مي، لنعبي الجره مي اذا سامعه فيها. اوكي يلا هلا بدنا نرجع شير سكرين لانه في عندي سؤال بعد. عندنا سؤال واحد مس انت منزل السولوشن اكيد 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 السولوشن الريكوردد فيديو والسولوشن اللي إلها كمان عامله له فيديو كمان. هلا ببعث لكم اياه اليوم التفاصيل كلها. يعني على نسق وجاي الامتحان اوف كورس طبعا. اوكي يعني بكفي اذا بس درست إلها اكيد. اوكي شو يعني تندج؟ يلا تندج من هون. ايه تنضج ثمار التفاح. انا انت بقطف الثمره التفاح بده يكون شو يا هديل؟ مستوي يعني تس تستوي. يس تقطف وتعبأ في صناديق. ما معنى تعبأ؟ توضع 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 تو صوت طويل توضع. يباع قسم قسم جزء. أحسنتي. يا أم السياح لبنان بعرف فلحسن أحسن سي مش هكتبه. The tourists visit Lebanon. يزوروا. اوكي. طبيعة خلابة. جميلة. او را رائعة. احسن. رائعة. على مدار العام، شو يعني على مدار العام؟ على السنة. كل السنة يعني. اوكي؟ يعني الطوال مدار. بدك تقولي مدار يعني الطوال يعني كل السنة. أوكي؟ أوكي. بيبقى عنا كيف نميز بين من وما الاستفهاميتين. يلا من لشو منستخدمها يا هديل؟ شو يعني من بالإنجليش؟ من منستعملها إذا بدنا نستعملها للشخص للإنسان. يعني من هي هو بيستعملها للعاقل. احفظيها لهيدي بلكي جبتها هيك شيء multiple choice مثلا أو true and false. وما هي لشو؟ لغير العاقل. عم بحكي لغير العاقل يعني non-living thing، للحيوان أو الجمادات يعني ما عنده عقل. خلينا ناخد هيك بس جملتين ثلاثة لأنه سهلين. هو طعامك المفضل بقول من ولا ما؟ ما هو. برافو. هو قريبك الذي سافر؟ من هو؟ لأن القريب هو الكازن. أوكي؟ المادة التي تتفوق فيها؟ ما هي؟ برافو عليك. خليني أقلك شو تركزي للامتحان. بدك تركزي على هيدا السؤال. أوكي؟ المترادفات حكينا فيهن هون، الميزات الطبيعية، لماذا تكثر الشواطئ في لبنان، وما نوع النص الأدبي للنص، نوع النص الأدبي بشكل عام. اتفقنا؟ ايه في شغلة بدي أقول لك إياها هون، السبب والنتيجة. انت تعرفي أنت السبب والنتيجة صح؟ النتيجة إنه تمتد الشواطئ على حدودها الغربية، تمتد الشواطئ على الساحل. شو سببها؟ ليش تمتد الشواطئ على الساحل؟ لأنه لبنان يطل على البحر الأبيض المتوسط. يا عين عليك. يعني أنا إذا جبت لك بكرة فراغ النتيجة وقلت لك حدد السبب، دائما بس يكون عندك النتيجة بتسألي بسؤال بلماذا؟ لماذا تمتد الشواطئ على طول حدود لبنان؟ لأنه يطل على البحر الأبيض المتوسط. يمكن جيب أنا هذا السؤال وقل لك جاوبي بناء على هذا السؤال. هلا بالامتحان أنا شو هعمل يا هديل؟ حتى ما في داعي أبعثها باوربوينت، أنا رح نزل على الامتحان على الجوجل دوكس، حنزل على السكشن اللي لك النص مثل ما هو. أوكي يعني أنا في أخذ كل شيء من النص؟ أكيد طبعا أكيد. أوكي
الساحل قريب من الجبل. السبب في عندي سبب إنه الساحل قريب من الجبل، شو نتيجته كانت هيدا؟ التورست فيهن يروح يطلع على الجبل؟ لا، الساحل لما قال إنه قريب من الجبل قال إنه بيعمل شغلتين بنفس النهار. الساحل مش قال إنه السباحة قبل الظهر. يسبحوا أو فيهن يتغدوا بالجبل. أحسنت. طيب، سبب هو الاستمتاع بطبيعة لبنان وأثاري، شو النتيجة بتكون هون؟ لبنان جميل؟ لا لا لا، أو رائع؟ للاستمتاع بطبيعة لبنان وأثاري، خليني أروح لعليا لهيدا. هيدا النص، أوكي؟ هيا للاستمتاع بطبيعة لبنان وآثاره. مش مبين النص عندي. بعد ما بين؟ يلا. لا. هلأ؟ لا، هيا مش الحل. أوكي، ليكي وين الاستمتاع بطبيعة لبنان وآثاره؟ هيا، أوكي؟ هذا قال لي إنه هيدي سبب. شو النتيجة؟ فيستغفر. عندي كوز وعندي افكت، اوكي؟ قال لي انه الكوز انه الاستمتاع بطبيعة لبنان وآثاره، اوكي؟ شو الافكت؟ انه بمعنى الكوز، خليني اقول لك اياها بطريقه ثانيه، طبيعه لبنان جميله واثاره جميله، شو بتكون الافكت؟ طبيعه لبنان جميله واثاره جميله، انا صختها بطريقه ثانيه، شو بتكون الافكت؟ ما بعرف. سيزور السياح لبنان، صح؟ هي نتيجتها. ليكي في شغلة تعوديها، بس تشوفي هيدي اللا يلي هي بتربط بين السبب والنتيجة، ما بعدها بيكون سبب وما قبلها بيكون نتيجة، يعني مثل البيكوز، اللا والبسبب واللي أنا هني بيعنوا بالإنجليش بيكوز، كل شيء بعد البيكوز نحن بنعرف إنه كوز، وكل شيء قبله بيكون أفكت، ما هيك؟ أوكي، هلا والبسبب واللي انا هن بيعنوا بالانجلش بيكوز، بس تشوفيهم بيكون اللي بعدهم سبب واللي قبله النتيجه، اتفقنا عليها؟ ايه. او مثلا مرات بتشوفي الفا ولذلك، الفا ولذلك يعني سو، بس تشوفي الفا ولذلك سو، شوفي بيكون في بعدهم سبب ولا نتيجه؟ السبب. ليك رح اعطيكي جمله قبل ما ننهي. إيه؟ عندك يطل على البحر الأبيض المتوسط فتمتد الشواطئ على طول حدوده الغربية. عندك يطل على البحر، هيدي بدل هالجملة، مين الأداة اللي ربطت بين السبب والنتيجة هون؟ ما فهمت، في ترجع تعيد السؤال؟ أوكي حبيبتي. يطل على البحر الأبيض المتوسط فتمتد الشواطئ على طول حدوده الغربية، هي علمتها أنا. بدي اياك تقولي لي يا هديل انه شو هي الاداة اللي ربطت بين السبب والنتيجة؟ الاداة. البحر الابيض المتوسط. لا الاداة، يعني مثلا انا بقول لك انا بالانجليزي الكوز افكت، عرفت انه هي في كوز افكت من خلال كلمة بيكوز مثلا. هون عشان في ال او يا. لا ما في يا، في فا، في فا، في فا. افا. ما هي عندنا نحن اللي بيربطوا بين السبب والنتيجة لا. لأن بسبب والفاء ولذلك. طيب، يطل لبنان على البحر الأبيض المتوسط فتمتد الشواطئ على طول حدوده الغربية، مين السبب هون ومين النتيجة؟ السبب إنه هو يطل على البحر الأبيض. شو النتيجة؟ النتيجة هو فتمتد الشواطئ على طول حدود الغربية. أحسنت. الباوندريز للبنان هو الميديتيريان سي، عشان هيك بتمتد الشواطئ، لأنه بيطل على الميديتيرنيان سي، فإذا الشواطئ حتمتد على كل الساحل. فإذا شوفي هون، بعد هيدي الفاية اللي هي سو، الفا بتعني سو بالإنجلش، بيكون عندك نتيجة يعني افكت، واللي قبلها سبب. بينما إذا هون كان عندك لي أو لأن، بيكون اللي بعدهم سبب واللي قبله النتيجة. هي عشان ما تغلطي. خلصنا. في عندك أي سؤال؟
لا مش الحال، هيدي الريكورد السيشن حابعت لك اياها كمان، كثير اوكي مهم. كلير؟ حتى انا بفضل لك انه اذا بدك تطلع على الفيديو سوليوشن طلع على الفيديو سوليوشن وعلى هيدي السيشن، لانه كثير مهمه انه بتاخدي معلومات عنها. اوكي يا ثانك يو. اوكي ثانك يو، ويلكم، باي باي.